اليوم الحمد لله الجهة بدأت كتأخذ المكانة ديالها في الجاذبية ديال الاستثمار. اليوم هذه مجموعة ديال المستثمرين من ماليزيا اللي حاضرين معنا، تتبعتوا جميع التفاصيل ديال حول الجدوى ديال الزيارة ديالهم لهذه الجهة. اليوم ركزنا على ثلاثة ديال المحاور. المحور الأول هو التعريف بالجهة وبالقدرات ديال الجهة. ثاني حاجة يعني ثلاثة ديال خمسة المحاور اللي غادي إن شاء الله غتمضى اتفاقية معهم مع كبريات الشركة ديالهم اللي ربما في الأسابيع المقبلة غادي يكونوا هنايا في جهة الشرق. المحور الأول هو يعني يستفدوا من التجربة ديالهم في الاقتصاد التضامن الاجتماعي، بما أن الجهة هي على وشك بناء واحد المنصة اللي تتمين هذه المنتوجات. هي منصة اللي اليوم بغيناها ما تكونش غير جهوية وطنية، بغينا يكون عندها واحد الإشعاع دولي. عبروا الإخوان أنهم الماليزيين باش يساعدونا، لأن ماليزيا كتعرفوها أن الاقتصاد ديالها إضافة إلى بعض الدول المجاورة لها كسنغافورة وبنغلاديش اللي كان الاقتصاد ديالها مرتكز على الاقتصاد الاجتماعي التضامني. واليوم هاد التعاونيات ديالهم كيفاش بغينا هاد التجربة احنا ننقلوها للمغرب، هاد التعاونيات تا هما كيصبحوا مقاولات وقادرين يشغلوا الناس، ما يبقاش هاد التعاونيات فقط لتلقي الدعم. النقطة الثانية هي خلق واحد أو بناء واحد منطقة صناعية للتكنولوجيا الصناعية. هذه المنطقة هذه اللي غادي ربما تكون في وجدة أو الناظور، اللي مرحبوا بالفكرة. وهذا الإخوان انتم كتعرفوا ماليزيا اليوم أصبحت من الدول المتقدمة في الابتكار الصناعي، ولا سيما ما هو التكنولوجيا، لأن بغينا ننقل هذه التجربة إلى المغرب. النقطة الثانية هو بناء مركز تجاري دولي اللي كيجمع جميع المنتوجات الماليزية والمغربية، وتكون لما لا المنطقة تصبح عندها واحد الإشعاع في التسوق، لا بالنسبة للمغرب ولا بالنسبة للدول الإفريقية. النقطة الرابعة واللي هي مهمة هي شراكة مع الجامعات، يعني مع جامعة محمد الأول ومع جامعات في ماليزيا. هاد الغرض من هذه التجربة هذه هو نقل التجربة ديال الجامعات الماليزية، كيفاش استطاعت هذه الجامعات الماليزية أنها تكون الشباب واللي دفعتهم أنهم للابتكار، يعني وهي اللي كتكون حاملة للمشروع ديالهم بدعم واحد الوكالة حكومية عندهم، هي اللي كتقدم هذا التمويل، واللي غادي يكون كذلك إن شاء الله اتفاقية مع هذه الوكالة. اليوم هادو هما المحاور اللي تكلمنا عليهم، ونتمنى إن شاء الله في الأيام المقبلة هذا الشيء يتجسد على أرض الواقع. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.